فاتشي موحدة في الجهة المخصصة لأنصار نادي الجيش الملكي، وهم أكيد يتمنون اليوم أن يحقق الجيش الملكي طريق المولودية الوجدية ذو العراقة وذو التاريخ وذو البطولات والإنجازات بفضل لاعبين نعم ساهموا في حصد البطولات لفائدة فريق المولودية الوجدية. مشاهدينا الكرام، اللي عنده ألقاب كثيرة 75 لقب الدوري المغربي، ولكن أنا ننسى أيضا بأن السندباد الشرق عنده أرويداد الرياضي ولاسيك ميموزا في دوري أبطال إفريقيا، لأن الوداد يلعب مبارياته سواء في الكاس الكونفدرالية. تمشي الكرة، نبيل الوجهي في الاستلام، يرفع الكروس والمتابعة بالراس في نهاية المطاف، تعطي للركنية من جديد لفائدة المولودية الوجدية أمام البرازيلي أمام الوافد الجديد تافاريس. نعم تافاريس كان في الانتظار، نبيل الوجهي هنا يعكس كرة العرضية داخل منطقة الجزاء والمتابعة بعد ذلك براس واجهة مرة أخرى. تمشي الكرة أمامية لفائدة المولودية، فرصة 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 فرصة، ضيع نوح ضيع نوح السعداوي. نعم كما قلت لكم المولودية وأقل من ثلاث أيام يومين من إقفال باب الانتدابات والميركاتو الشتوي وآخر الصفقات الرسمية. ونحن نتابع هذه الفرصة، مرة جانبية مرة جانبية هذه الكرة. مشاهدينا الكرام، الجيش الملكي يودد في هذه اللقطة الدقيقة 20. حمزة خاب كان قريبا، حمزة خاب كان قريبا من افتتاح باب التهديف. هذه الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة مرة أخرى، حمزة خاب العائد للجيش الملكي بين منوح يراوغ يراود الكرة ثم يسدد واحدة بواحدة. نوح السعداوي يسدد، أمين البرق هذه لن يكون مرتاحا في هذه الأمسية أمام رغبة المولودية في التسجيل. ترفع كرة، جول جول جول، المولودية تفعل، المولودية تسجل في حدود الدقيقة 23. هذا ما قلت مشاهدينا الكرام، المولودية لن ترجع إلى الخلف، المولودية تهاجم والمولودية تبحث عن الانتصار. ومن الركن يأتي الجديد، نوح السعداوي، السعداوي يسعد الأنصار يا كركاش، السعداوي يسعدك يا كركاش كما ينصر يسعد الآلاف من أنصار المولودية. هذه الإعادة بالرابع حتى نوح يتابعها، بالرابع حتى نوح يتحدى دفاعات الجيش. هكذا هي الصورة وهكذا هي اللقطة، نوح الوافد الجديد حتى في الشبكة العسكرية. 1-0 للمولودية، 1-0 للسندباد الشرق. العراقة معك يا المولودية، والتاريخ معك يا المولودية، والجديد معك يا المولودية، الانتدابات معك يا المولودية، والإضافة لك الشامبيونز في المجموعة الأولى. الاكتساح لمرمى راسيك ميموزا هنا يوم الجمعة الماضي 5-2 في مجموعة تعرف وجود ماميلودي ساندانس وكذلك لوبي ستارز النيجيري. لوبي ستارز يفوز على ساندانس 2-1، صدارة مشتى. هي معطيات الترتيب العام بريادة ودادية ووصافة سوسية، وسنتابع إذن لوفومبو لوفومبو وكذلك محمد الشيبي. نعم واضح تماما بأن الشيبي سيأخذ دور الغائب المادي بالرحمة، حكام يعطي إشارة تسديدة لوفومبو ومن سدد والركنية بعد ذلك لفائدة فريق الجيش الملكي. نص ساعة مرة دائما 1-0 للفريق الضيف نادي المولودية الوجدية. إعادة مجددا، تسديدة كانت خطيرة جدا على مرمى الحارس محمد بوجيد. لعادة مجددا بولا بالرابح يسعى لتنفيذ الدربة الحرة في يد الأثناء الكشاف، يعطي الإشارة بعيدة تماما يا عبد المولي بالرابح. بعد مرور 32 دقيقة المولودية لازال متقدم في الشوط أول، لم يظهر فيه الجيش الملكي بصورة أفضل بينما المولودية شوط أول ممتاز. تونغارا العرضية مرة تمام الجميع، مرة تمام الجميع، تبقى عسكرية والكروس بعد ذلك والتسديد الثالث الثالث الثالث
ميتا مرة جانبية، مرة جانبية لوفومبو هو من سدد هنا بحركة وهي استعراضية فنية حاول مباغتة الحارس محمد بوجات. شوف الصورة من جديد، اللقطة الماضية هنا مقصية ولكن في نهاية المطاف تمشي لي برا الملعب، هذه الإعادة مرة أخرى مرة أمام الجميع، خاصة حمزة خابة هنا خيب ظنه في هذه الكرة، بالتالي تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة فريق المرودية الوجدية مع الجيل الذهبي لفريق الجيش الملكي اللي كان يقوده المايسترو تيمومي وكذلك عبد الرزاق خيري الهداف، وكذلك لا ننسى بقية الأسماء الغريسي وبعدها نفلوس انسى المدافع حمدي وحسينة والعديد العديد من النجوم اللي مروا من فريق الجيش الملكي، حتى المريس المدافع الايسر ايضا، والكثير كثير من الاسماء اللي تحتفل بها الذاكرة واللي أرخت لحقبة مهمة جدا في مسار الجيش الملكي سنوات الثمانينات بداية التسعينيات، أحكي هنا من بداية التسعينيات، كان عبد الكريم الحضريوي كان حاضر في المونديال 94 بالولايات المتحدة، بينما كورة لفائدة فريق الجيش الملكي والمتابعة بعد ذلك إلى الركنية كركاش هو من يخرج الكرة. نعم الحضريوي الجيش الملكي اسم كبير العساكر، اسم كبير الجيش الملكي محسن بولير على مستوى التدريب وحتى على مستوى تأطير الفئات السنيه، دائما الاعتماد على الملعب الرابح نوح السعداوي ايميكا بوب وجيفرسون تافاريس، والمتابعه من محمد بوجاد البوكس هنا يقطع كوره من ملاعبي الجيش الملكي وانطلاق في الزمالك، لكن سننتظر كيف سيدبر اتحاد طنجه هذه المباراه، بينما مع الاسف اليوم وقبل لحظات النهضه البركانيه يخسر نزاله الاول امام جراف السنغالي في دكار 2-0 مع تسجيل ضياع ركلة جزاء من الهداف لاباكوتشو وهداف البطولة الوطنية في الجولة الأولى. أتصور الآن الشيبي ومن سيسدد هذه الكرة، محمد الشيبي يرفع الشيبي الرأسية مرة جانبية، أول تهديد صريح لنادي الجيش الملكي باكايوكو بالرأس، المدافع ليفواري كان قريب من تعديل النتيجة لفائدة فريق الجيش. سنشاهد الإعادة، الشيبي يرفع كرة، ظن المينا بأن الشيبي سيسدد بشكل مباشر ولكن يرفع كرة على القائمة الثانية الارتقاء بهذا الشكل، ثلاث لاعبين لنادي الجيش الملكي هنا الارتقاء والضربة الرأسية. نعم لكن الكرة التتويج كان عسكريا بينما كرة وفرصة والمتابعة من محمد بوشاد. إذن الجيش أول لقب في كأس العرش كان شاهد عليه المولودية الوجدية في المباراة النهائية بالدار البيضاء قبل أن يتدارك الموقف المولودية ويفوز في نهائي 60 وكان اللقب الثالث للمولودية الوجدية، يعني هنا التاريخ أسماء أكيد تحتفل بها الذاكرة، بينما كرة والحاضر الحاضر الجيش الملكي كان قريب من تعديل النتيجة عن طريق حمزة خابة. يتحرك الجيش الملكي مع انطلاق الشوط الثاني، طبيعي طبيعي جدا الآن العساكر يحاولون الوصول للمرمى، هذه الإعادة مجددا، الكرة الماضية من طرف اللاعب يفتح المجال في الجهة اليسرى، لمسة وتحضير على المشارف في منطقة الجزاء، يطلب التونغارا تمشي لحمزة لوفومبو يحولها للجهة اليمنى والعساكر ينتفضون، العساكر يسجلون، وبأية طريقة يا الزعيم، الزعيم يتحفنا بأجمى منظمة أكثر من رائعة، الكورفا تشيزية، الكورفا تشي تنتفض، الكورفا تشي تهتز على إيقاعات هدف محمد كمال، البديل يأتي بالجديد، شوف اللمسة، شوف المتابعة الرائعة، على الطاير، على الطاير خطفها لوفومبو حتى بالملي، والمتابعة من محمد كمال حتى في الزاوية البعيدة، حتى في الزاوية البعيدة، يا له من هدف، يا لروعة الهدف للجيش الملكي، الجيش يعدل والجيش يعود، والكورفاتشي تعود كذلك، هنا موحدون فصيلة البلاك ارمي والانتر. بالجدار مشكل من ثلاث لاعبين فقط، نبيل الوجهي، إذا يصعد نبيل يصعد
القمر الجانبية. ولم تدع بعيداً هذه الكرة يا نبيل، لازلت أحتفظ ببعض الأهداف الجميلة التي سجلت يا نبيل الوجي في مسارك الكروي، خاصة مع نادي المكناسي والوداد الرياضي لما كنت تلعب مع الفريق الأحمر. بالمناسبة اليوم بالشيء يذكر، فالوداد نعم حسم صفقة لاعب يحيى جبران لاعب وسط الميدان الدفاعي، يعني